تعادل سلبي بدون اهداف بين النادي الاهلي والنادي الاتحاد المنستيري في شوط اول، سيطر عليه فريق النادي الاهلي ميدانيا ولكن بدون خطوره على المرمى. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء نجومنا الكبار في احداث الشوط الاول فنيه، ارجوكم انتظرونا. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، رؤيتك الفنيه السريعه لاحداث الشوط الاول. فنيا شوط متوسط، ما ما مش فنيا مش هبقى اعلى من كده، ايام لسه احنا في بدايه مباريات كان هنا او هنا، لكن طبعا احسن، انت شكلك احسن، مستحوذ اكتر، انتشارك احسن في الملعب، واضح ان فريق اتحاد المستير ده مع من وجهه نظري اول ما شفت فريق متواضع ما فيهوش اي نقاط قوه خالص، لكن انت لازم يبقى عندك انياب هجوميه اكتر من كده، لازم ضغط الهجوم يزيد عن كده شويه. مستحوذ، بس استحواذ في لغه الكره استحواذ سلبي. بدات كويس قوي بس في فتره جيت قليت شويه، هديت ما اعرفش ليه. لازم الشوط الثاني تحاول تضغط كويس قوي، استغل يعني حاله الفريق المتواضع وتكسب هدف، يعني المفروض تكسب النهارده، المباراه دي ما تعديش منك كده، لازم تكسب ان شاء الله. الفريق في متناول، يعني حتى لو انت مش في احسن، مش في كامل فورمتك، لكن الفريق في متناول وسهل جدا انك تكسبه هناك. يعني ما انا مش شايف حتى مش شايف واحد مميز فيهم، فريق متواضع، فان شاء الله الشوط الثاني يخلص بمكسب الاهلي ان شاء الله. كابتن اسامه، يحسب لمستر كولر ان هو بدا ضاغط على الاتحاد المنستيري من بدايه المباراه، واضح ان هو هدفه ان هو تحقيق المكسب، ولكن الهجمات على المرمى ما كانتش بالخطوره يعني المناسبه انك تسمح للنادي الاهلي انه يجيب هدف. انا قلت لك يا ايمن في البدايه احنا ما شفناش مستر كولر في ولا مباراه، حتى الثلاث مباريات التجريبيه هو فضل ان هو ما يزعهمش، فدي اول مواجهه نشوفه فيها او نشوف اداؤه فيها. واضح انه بادئ بيضغط من الامام، وحتى لغايه نهايه الشوط هو اللي بيضغط، في كميه جري كبيره، في اصرار وتصميم وضغط شديد على المنافسين، ولكن زي ما انت قلت الخطوره قليله جدا. يعني يمكن باستثناء كوره ولا حاجه اتعملت بالعرض من ناحيه الشمال كان فيها شبه خطوره، وفي كوره اتلعبت بالهيد من برونو سافيو، لكن الاتحاد المنستيري اتفاجئ بالضغط الشديد للنادي الاهلي. هم واقفين دفاعيا في نص ملعبهم بس، في نص ملعبهم بطريقه متماسكه، يعني هم مش مخترقين بسهوله، يعني هم واقفين كويس، ولكن التلت نص ملعبنا احنا او التلت الاخير لا وجود تماما ولا كره خطر ناحيه اتجاه محمد الشناوي، ففي فرصه كبيره ان احنا نكسب النهارده اللقاء ونسهل على نفسنا المباراه الثانيه، لكن زي ما انا قلت لك مفيش تسديد واضح، مفيش اختراقات على الاطراف، لكن انت اللي مسيطر ومستحوذ، ونتمنى ان شاء الله تبقى الشوط الثاني في فعاليه اكبر من كده على المرمى. بمناسبه الفعاليه كابتن عادل، ليه ما كانش في فعاليه الشوط الاول؟ علشان اللامركزيه اللي قدام زادت شويه عن يعني، بمعنى ان هم تلاقي طاهر ناحيه الشمال شويه، تلاقي ناحيه اليمين شويه، وبعدين غير ناحيه الشمال وبعدين ناحيه اليمين، وطاهر محمد طاهر في الوسط شويه، وعبد القادر في الوسط شويه يعني، وشادي حتى كمان نزوله تحت كتير، فانت بتتكلم على المفترض ان يبقى في مركزيه شويه. دلوقتي الكوره في الجزء الامامي لازم يبقى ما فيش مركزيه في اللعب، ولكن على اوقات متباعده، لكن مش على طول يعني، مش كل لعيب مثلا يروح في مكان يلعب في دقيقتين وبعدين ينقل المكان التاني. طيب ما بتحصل حاجه مهمه جدا، انا ممكن اكون مشيت كوره ولا اتنين في ناحيه الشمال كويس، فانت لما بتغيرني عشان الكره مش ماشيه عندك، فلما بتغيرني بتخليني انت مش ماشيه معاك هنا وانا كانت ماشيه معايا هنا، فبتغيرني فبيحصل حته. بس هو لما برونو راح ناحيه الخط، هو مين اللي وقف مكانه؟ كان عبد القادر. عبد القادر اللي وقف، وطاهر راح ناحيه اليمين الناحيه الثانيه، وشادي نزل تحت كتير. اما انا بقول لك لا بص يا كابتن، اللامركزيه بتتعمل في الثلاثه مش في الاربعه. ليه؟ لانه الثلاثه بيبقى طرف وطرف وراس حربة. انت احيانا لما الطرف بيبقى معاك كرة الشمال، الراس حربة بيبقوا اتنين، ناحية اليمين بيبقى راس حربة، واحيانا لما والعكس صحيح. الحاجة التانية انك انت وانت بتضغط ممكن تضغط انت وانت في الطرف، وانا اصلا لعيب طرف فبروح في الراس حربة في الوقت ده. بس الثلاثي الامامي يا كابتن عادل اللي تحت شادي، ممكن يتحركوا زي ما هم عايزين، انما شادي راس حربة اساسي. ما هو اللي بقوله لك اللي بيخليه يتحرك ايه؟ سافيو. بيروح مكانه.
فبينزل تحت هو. فعشان كده بقول لك اللامركزيه بتبقى في الثلاثه، ما بتبقاش في الاربعه 2 3 1 دي خالص. الوحيد اللي بيبقى عنده لامركزيه اللي هو اللي تحت الراس حربه، ممكن يبقى دياجونال يروح على الطرف، ممكن يروح على الطرف ده، ممكن يروح راس حربه تاني. لكن انت بتتكلم على ان يبقى فيه ثبات، ممكن اوقات متباعده. طب انا دلوقتي مدرب ممكن عندي ناحيه الشمال ماشيه كويس، دي الفكره اللي انا بقولها لك، الطرف الشمال ماشي كويس، الطرف اليمين هو اللي متعطل. فلما بيلاقي نفسه متعطل بيروح للطرف الشمال. طب ما انت الراجل ده ماشي كويس، ممكن يروح يتعطل هنا وانت تبقى متعطل هنا. فلازم الشوط الثاني لازم يبقى فيه لامركزيه تقل شويه، صافيو يلعب تحت الراس حربه، او تغييره كويسه مجدي قفشه ممكن عنده الخبرات اللي ممكن يوديك بواحده الجول، لان هم عاملين عمق دفاع كبير قوي، هم راجعين لورا قوي. طيب السيطره كابتن بلال، السيطره المدنيه النادي الاهلي تترجم ازاي الاهداف الشوط الثاني؟ شوف احنا منظمين النهارده في الملعب بشكل كويس. الاهلي عنده تنظيم، تنظيم دفاعي وعنده استحواذ بشكل جيد، لكن انت عندك مشكله في الـ في الـ في البلان 2 يعني انت ما عندكش حاجه بالنسبه لك، انت الفريق الثاني ما بيهاجمش تقريبا يعني، عشان كده بقول لك انت دفاعيا واقف مكانك واقف تمام، ما فيش حاجه عليك، نص ملعب بشكل جيد، تنقل بشكل كويس. عندك مشكله بس في انك انت ازاي تترجم السيطره، مش تترجم الهجمات. أيوة. لان انت اوريدي اصلا انت ما رحتش بفرص كتير، انت مسيطر، باين ان انت شكلك افضل في الملعب، باين ان انت الاستحواذ بتاعك احسن، لكن انت النهارده في مشكله كبيره جدا في الربط ما بين الاربعه اللي موجودين قدام، في مشكله كبيره جدا جدا. هنلاقي تحركات شاد حسين المفترضه، التحركات الصغيره دي اللي عارف انت بتتحرك الخمسة متر والاربعة متر، بالظبط كده في السبرنتات القصيره، الربط مع سافيو، الربط مع طاهر محمد طاهر، الربط مع برضه مع احمد عبد القادر، المفترض يبقى في ربط ما بين اللعيبه وبعضها. طب النهارده احنا ما شفناش اللي بيعمل كروسات الوحيد هو علي معلول اللي بيزيد ووصل مرتين ثلاثه وبيعمل كروسات. انت برضه مطالب من الثلاثي اللي تحت راس الحربه ان هو يوصل لنهايه الخطوط ويبتدي يعمل هو كمان كروسات ويكمل، والوينج العكسي يكمل، وتبقى هجمه منظمه. لكن كون انت عايز تعتمد ان الثلاثه يلعبوا تحت راس الحربه ويبقوا الثلاثه دايما تحت راس الحربه، مش هتوصل بشكل كويس. صحيح. لان هم اوريدي زي ما قال الكابتن اسامه، هو عامل دفاع كويس، عامل عمق كويس، هو مديك حته الاستحواذ، بيلعب على هجمه مرتده، هو مش قادر يعملها عشان الفتنس، واضح ان هو الحاله بتاعتهم البدنيه مش افضل حاجه. فبالتالي هو عامل ايه؟ هو مقرب المسافه ما بينه وما بين حارس المرمى، مش مديك فرصه انك حتى كمان تلعب الكرات الطوليه. تمام. بيقطع يا اما الجول، عامل ليبرو فيها في بعض الكرات الطوليه اللي بيلعبها النادي الاهلي. عشان كده لازم يبقى في شغل ما بين الاربعه. ما شفناش النهارده الوان تو بشكل كبير غير مره او مرتين تقريبا ناحيه علي معلول. لازم ما شفناش الربط اللي ما بين احمد عبد القادر وشادي حسين، برضه سافيو وشادي حسين. لازم يا جماعه راس الحربه ده هو ده المحطه الرئيسيه بتاعتك اللي بتشتغل عليها طول الماتش عشان تقدر تسجل اهداف، يا اما بتلعب له يا اما بتسند عليه يا اما بتعمل دبل باس معاه لو كانت الاجناب بتاعتك مقفوله يعني. ممكن يكون في الشوط الثاني بعض البدائل من عند الدكه. شوف طبيعي لازم تكون في بدائل لانه الفتنس اكيد هيقل اول ما بدايه الشوط ولا في خلال الشوط الثاني. شوف لو كنت عايز تعيد السيطره مره ثانيه لانك انت في اخر ربع ساعه الفتنس بتاعك ابتدى يقل، ابتدى فرقه الاتحاد المنستيري تمسك كوره، ابتدوا يبقى يروح على الجول، مش بشكل خطر لكنه راح بثلاث اربع هجمات اخر الشوط الاول. فبالتالي الشوط الثاني لازم من البدايه يبقى في تغييرات عناصر بعناصر عشان تعمل تجديد كمان لنشاط داخل الفرق. لكن لو سبت اللعيبه اعتقد ان هم الفتنس هيقللنا شويه. ممكن يقللنا الفتنس الشوط الثاني يا كابتن بعد المجهود اللي اتعمل الشوط الاولاني؟ طبيعي يا ايمن، انا بقول لك في بدايه الاستوديو انك انت اكيد لسه بدنيا مش وصلتش للدرجه الكافيه قوي، لكن هو مهم التغييرات وتغييرات بدري شويه، لازم برضو حد ينشط شويه، انك عمرك ما تبقى بدنيا كويس. يعني مش كويس عشان انت وحش، لا، عشان انت لسه بدايه موسم، بدايه الموسم، فواحده واحده. لكن اعتقد التغييرات ممكن بعد 10 دقائق، مقياس 10 بين الشوطين، لكن 10 دقائق ربع ساعه اكيد التغييرات هتبدا تاني. مش هيغير اسلوب اللعب يا كابتن اسامه؟ لا مش هيغير اسلوب اللعب، هيفضل زي ما هو مستمر. واعتقد ان ممكن قفشه يبقى ليه دور بس بعد شويه من الشوط الثاني يعني. ممكن هيستمر بنفس الشكل مثلا ربع ساعه او ثلث ساعه وياخد اكبر حاجه من الناس اللي موجوده،
يعني في الخط الامامي انت متوقع ان محمد مجدي قفشه يكون التغيير الاول. وواحد من شريف او حسام حسن هينزل كمان. اتصور كده يعني يحصل تغييرين او ثلاثه في الجزء الامامي بس بعد ربع ساعه تلت ساعه كده. كابتن يعني عادل على اخر 25 هيفضل الاتحاد المنستيري بيلعب بنفس الاسلوب بنفس الطريقه اكيد ولا هيخش في اجواء المباراه لا لا هيلعب بنفس الطريقه ولكن هو اكيد حته العمق اللي بيعمله ده في يعني عندهم خطوره من اللاعب اللي هو الاسمر اللي عنده سرعه ممكن يروح بواحده لان هم بيلعبوا على دي بس يعني هو ما عندهمش خطوره خالص لكن ممكن في وقت يديك واحده طوليه بين الاثنين ممكن تاثر عليك فعلشان كده انت النهارده لازم يبقى عندك الحذر من ورا والحته الثانيه استغلال الفرص لان لو بس انت المهم تخلق فرص لا انت عندك الفرصه انك تخلق فرص لكن اللخبطه الاماميه بمعنى اللي هو كل واحد بيجري في مكان وبعدين ما بيقفش ويتمركز شويه هي دي اللي عامله شويه من اللخبطه ولكن اتمنى انه يغير ويغير كويس وينزل محمد شريف وينزل قفشه الاثنين ممكن تكسب الماتش ان شاء الله. كابتن بلال ممكن نشوف اهداف الشوط الثاني ممكن نشوف اهداف الشوط الثاني لو اللعب رتم اللعب بقى اسرع شويه لو بقى في تارجت لتسجيل الاهداف خد بالك انت برضو الاتحاد المستري هو خايف وقلقان ما عندوش الجرأه ان يروح على المرمى فيفتح الملعب فيبقى عنده مشكله في الحته الدفاعيه انت كمان منظم كويس بتنقل كويس لكن برضو ما عندكش الشراسه اللي تخليك تسجل هدف يعني انت قلت كلمه حلوه كابتن عادل دلوقتي انت ما صنعتش هدف ما صنعتش فرصه لتحقيق الهدف يعني حتى الكره اللي اتلعبت دي كانت كره ضربه ثابته اتلعبت ولعبها سابيو وجول طلعها لكن كصناعه الاهداف لا احنا ما شفناش برضه. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه انتظرونا.